السلام عليكم. الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن واحد من ادوية شلل الرعاش وهو واخده بيستخدم مع الادوية النفسية ومضادات الذهان عشان يقلل الحاجة اسمها الاكسترا بارامدال سندروم، والدواء ده اسمه كوجنتول. هنتكلم عن الكوجنتول من حيث المادة الفعالة بتاعته والتركيز بتاعه وكمان الاشكال الدوائية بتاعته والاسم التجاري بتاعه في السعودية وفي مصر، الاسماء التجاريه يعني ليه والاستخدامات الطبيه والاثار الجانبيه وازاي نقلل الاثار الجانبيه وكمان التدخلات الدوائيه واشهر الاسئله بتاعته. فيلا بينا نبدا. يلا بينا. بسم الله والصلاه والسلام على افضل خلق الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه. اهلا وسهلا بكم، انا طه الشاعر وهنا قناه هيلثاوي. النهاردة اخوانا هنكلمكم على الدواء، هو اصلا مستخدم لشلل الرعاش تمام، ولكن بيستخدم مع الادوية النفسية عشان يقلل الاثار الجانبية لمضادات الذهان في الادوية النفسية. خلاص يا اخوانا. طيب الدواء ده اسمه كوجنتول وليه اسم تاني اسمه كوجنتين. خلاص يعني هو سواء كوجنتول او كوجنتين واحد. المادة الفعالة حاجة اسمها بنزوتروبين ميثايليت، بنزوتروبين ميثايليت ده المادة الفعالة بتاعته. التركيز بتاعها هي بتيجي بس بتركيز واحد 2 ملي جرام، في منها حبوب وفي منها حجن سواء حجن عضل او حجن وريد. خلاص يا اخوانا. الامتصاص او الميتابوليزم بتاعها بيتم فين في الجسم؟ في الكبد، لذلك مع الاستخدام فترة طويلة ممكن يرفع انزيمات الكبد. الآلية بتاعتها بتشتغل ايه؟ بتشتغل حاجة اسمها انتي ماسكارينيك وبتشتغل حاجة اسمها انتي اجونيست للاتش 1 ريسبتور. طبعا يا اخوانا عشان نقول ايه ماسكارينيك ريسبتورز وادرجينيك وكولينرجيك ريسبتورز ويعني ايه اتش 1، شغل كبير كده، فانا مش عايز ادخلكم في الليله دي. الاسماء التجاريه في السعوديه هو ده اخوانا، الدواء ده ما بيتباعش في الصيدليات، موجود في المستشفيات فقط. حاولت ابحث على الماده الفعاله في السعوديه اف دي اي ما لقيتش، فمش عارف بصراحه ايه الاسماء التجاريه بتاعته في السعوديه. الاسماء التجاريه بتاعته في مصر زي ما قلت لكم في كوجنتول وفي كوجنتين. خلاص. طيب هو بيستخدم ليه؟ بيستخدم لشلل الرعاش اللي هو غالبا بيبقى يجي مع الناس اللي عندها مرض سكري او بياخد ادويه للسكر او كده. طيب ليه بيستخدموه مع ثنائي القطب او الفصام او شيزوفكتيف ديس اوردر او البوردر لاين بيرسوناليتي ديس اوردر ليه؟ او مع الناس اللي عندها ميول انتحاريه كمان اللي هو ميجور ديبريسيف ديس اوردر، عشان لو الناس دي بتاخد مضادات ذهان ومضادات الذهان دي من العيله التيبيكال العيله النمطيه اللي هي العيله الاولى بيعملها حاجه اسمها اكسترا بيراميدال سندروم. تمام. اكسترا بيراميدال سندروم دي حلها بيحلوها بالموضوع ده. انا شايف ان هو ليها حلول تانية ولكن انا بفهمكم يعني الفكره في الموضوع. يبقى هي اساسا بتستخدم في حاله الباركنسونيزم شلل الرعاش وبتستخدم في الكومبينيشن مع الانتي سيكوتيك ميديكيشن، ده الاستخدامات الطبيه بتاعتها المكتوبه. طيب الاثار الجانبيه بتاعتها، بص يا اخوانا اللي بتعمل اثار جانبيه كتيره جدا 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 جدا، ولكن يعني هختصرها لكم في حاجات كده بسيطه ومعينه عشان تكونوا حافظينها وحاطينها في دماغكم. طيب اول حاجه على الجهاز الهضمي يا اخوانا، على الجهاز الهضمي بتعمل امساك بصوره رهيبه، واوجات تاني تعمل اسهال، يعني بص تلاقي شويه امساك شويه اسهال، فبصراحه بيبقى الموضوع صعب. كمان بتعمل حاجه اسمها بلوكد فيجن، تحس عينك كده عامله كده. اللي بياخد اخوانا كوجنتيل او كوجنتول لو معدي على كمين هيتفتش، هيحس ان هو بيضرب مخدرات يعني. تمام. لان عيونه فعلا بتبقى باينه ان هو مش طبيعي مش مظبوط، التحريكه بتاعت العين والاي بيبل بتاعت العين بيبقى بتكون مش مظبوطه. تمام. تعمل مشاكل كمان في البول، ومشاكل البول لو ناس كبيره في السن ممكن تعمل بتجلب معاها كمان مشاكل في البروستاتا. خلاص. وده بيسموه بيناين بروستات هايبربليزيا. تمام. لا قدر الله مع الاستخدامات لفترات طويله بتعمل حاجه اسمها كلوزد انجل جلوكوما، فهي ليها مشاكل كتير يعني، ليها مشاكل كتير وفعلا المشاكل بتاعتها يعني انا مش عارف اقولها لكم ازاي، ولكن هو ريسك بينفيت ريشيو يعني المفروض تقاس مشاكل اكتر والاستخدامات الطبيه اكتر وبعدين نحدد نستخدمها ولا ما نستخدمهاش. طب ازاي نقلل من المشاكل دي؟ انا جمعت لكم شويه حلول كده لا تتعارض مع الدواء النفسي ولا تتداخل، وفي نفس الوقت عليها ابحاث وعليها دراسات
كامله متكامله هحاول اسيب لكم ان شاء الله لينك الابحاث والدراسات تحت في الوصف. اول حاجه بالنسبه للمشاكل البروستاتا لانها بتبقى مشكله كبيره للرجال خاصه بعد 40 سنه بيبقى مش متحكم في البول بتاعه وبتعمل لو هو متزوج بتعمله مشاكل في العلاقه الزوجيه. ففي منتجات طبيعيه بتحتوي على ماده البابكن سيدز والسوبالميتو اشهرهم اونلاين وعلى اي هيرب وعلى امازون وعلى اي بي حاجه اسمها بروستات هيلث. فده من اشهر الحاجات الموجوده وكمان موجود في الصيدليات في السعوديه بروستات هيلث او اي منتج اخواننا في البابكن سيدز او السوبالميتو بتركيزات عليها. المادتين دول عليهم ابحاث وعليهم دراسات كبيره جدا, هم مادتين طبيعيتين وبيجيبوا نتيجه كويسه. انا عن نفسي شخصيا شفت ناس في الصيدليه هنا في السعوديه تستخدمهم في خلال شهر مشاكل بروستاتا تحسنت بصوره جدا ممتازه. مشاكل الجهاز الهضمي كلها افضل حاجه ليها البكتيريا النافعه, وعملت فيديو كامل متكامل عن البكتيريا النافعه من الالف للياء وازاي نستخدمها وايه المصادر الطبيعيه بتاعتها وازاي كمان نجيبها من نشتريها من صيدليات او اونلاين, لان البكتيريا النافعه بيعتبروها من المكملات الغذائيه. مشاكل العين ومن اكتر واشهر الحاجات مع العين سواء البلوكد فيجن زي ما قلت لكم لو معدى على كمين هيتمسك او الاوبن انجل الكلوزد انجل جلوكوما, المشاكل بتاعت العين دي اكثر حاجات تفيد فيها ومكملات غذائيه البيل بيري والزيكسانسين والبيتا كاروتين. وهنا موجودين في حاجه في السعوديه اسمها فيجن ناتورا بالانجليش, يعني لان هو اصلا الاسم اسباني ولكن انجليش السبيلنج بتاعه انجليش. فيجن ناتورا تقريبا كام ب 29 ريال في 30 حبه بيكفي شهر, فجدا السعر بتاعه ممتاز. مشاكل البول لان هو بيعمل مشاكل في البول زي ما احنا قلنا من شويه, مشاكل في الكلى ديسيوريا, فالمشاكل دي حلها حاجه اسمها كرامبيري او التوت البيري الاحمر خلاص, وده عليه دراسات وعليه ابحاث كتير جدا جدا جدا. مشاكل البول, مشاكل الكلى, التهابات البول, صديد البول, الحاجات دي طبعا هي مش بديله عن الادويه لو في مثلا التهابات بكتيريه لازم انتي بايوتيك, ولكن احنا بنتكلم في حاجه طبيعيه لا تتعارض مع الدواء وبتحاول تقلل من الاثار الجانبيه بتاعه الدواء نفسه. طيب اشهر الاسئله على البنزوتوربين مسيليت او الكوجنتول, انا ابني عنده فصام والدكتور كتب له دواء شلل الرعاش. بص اخوانا, هو انا ما كانش عندي فصام, انا كان عندي حاجه انا بايبولر يعني والدكتور كان كاتب لي هنا كوجنتول, يعني بص كده لو شفت تحت اهو هنا هتلاقوا كوجنتول, فهم بيكتبوها مع الادويه النفسيه سواء للفصام او للبايبولر خاصه مضادات الذهان. هو كان كاتب لي هنا كلوبكسول ونيورازين وهالونيز, ثلاثه يعني مضادات ذهان والثلاثه كلهم من العيله الاولى اللي بيجيبوا مشاكل كتير. فهو لو انت من النوع الموسوس اللي هيفتح البامفلت الروشيتا اللي هو البامفلت الورقه الموجوده داخل الدواء تقدر وتبدا تقراي في الصدمات الطبيه والاثار الجانبيه بتاعه الدواء مش هتخلي ابنك يستخدمه, فبلاش الوسوسه. هو بيجيب نتيجه جدا ممتازه سواء في ادويه الفصام او مع ادويه الفصام او مع ادويه البايبولر تمام, فما تقلقيش ما فيش مشكله. ايه هو الام اي اس اللي جنب البنزوتوربين؟ يعني انا بستخدم دواء اسمه بنزوتوربين ام اي اس. في ناس اخوانا فضوليه جدا في الاسئله بتاعت الادويه النفسيه خلاص. ام اي اس اختصار لميسايليت, ميسايليت اللي هو الصولت اللي بيكون موجود مع الماده الفعاله اللي موجوده داخل الكوجنتول. لازم اجاوب على الاسئله ولكن انا بفهمكم, يعني ده اسم الماده اللي مع الماده الفعاله اللي بتعمل الامتصاص, بس هي دي الفكره يعني. طب ايه السبب العلمي للاكسترا بيراميدال سندروم؟ بص اخوانا مش عايز ادخلكم برضو في حاجات كيميائيه او طبيه عميقه, ولكن هو السبب حاجه اسمها ديكريز دوبامين اكتيفيتي. بيحصل دايما امبالانس او عدم توازن ما بين الدوبامينرجيك ريسبتورز والكولينرجيك ريسبتورز او الدوبامينرجيك اكتيفيتي والكولينرجيك اكتيفيتي. طيب لما بيجي يقل الدوبامين ده زيادته تعمل هوس, طب قلته بتعمل ايه؟ بتعمل اكسترا بيراميدال سندروم. فهي دي الفكره, يعني هو سبحان الله الوسطيه دايما حلوه في كل حاجه, فالمولى عز وجل خلق كل حاجه متزنه, ولكن لما احنا بنيجي نتجاوز فبتبص تلاقي دي تعمل زياده تعمل مشاكل والنقصان يعمل مشاكل تاني. يبقى باختصار
ايه سبب الاكسترا هيبوغرام ده للسندروم؟ ان الدوبامين جن. خلاص بس احفظها كده. ممكن شرح عملي الاكسترا هيبوغرام ده للسندروم؟ بص اخوانا انا شرحت شرح عملي تفصيلي كامل بالوصف كمان بتاع الحركات وبالحاجات في فيديو الهالوبيك دول، ادخلوا عليه وهتشوفوا ان شاء الله، وحاول اسيب لكم اللينك تحت في الوصف. وكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، واقول لكم 100 100 سريع على ايه، على كل الهيت سويه. باي.